بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول أمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل المحاضرة الثانية من محاضرات البي اتش بي فيديو، اللي هي البي اتش بي داتا أوبجكت. في المحاضرة ديت محتاجين نعرف شوية حاجات. أول حاجة محتاجين نعرفها إن لازم يكون عندنا شوية حاجات نشتغل بيهم، زي المحرك. طبعا إحنا شغالين على الدريم ويفر زي ما أنتم شايفين، وزي الإكسامبل اللي هو يعتبر أباتشي سيرفر، في عندي الأباتشي وفي الماي سيكوال. تمام كده. ومحتاجين كمان ان احنا نعمل تشيك، نعمل نشيك على حاجه اسمها البي اتش بي اي ان اي بعد ما ينزل الاباتشي سيرفر. لو انا جيت كده النقطه ديت ورحت على ماي كمبيوتر، اوكي، ودخلت هنا على دي، تمام، ودخلت بعد كده على الاكزامب هنا اهو الاكزامب، تمام كده. وبعد كده هخش جوه البي اتش بي، تمام، وبعد كده هدور على حاجه اسمها البي اتش بي اي ان اي 9. لو نزلت تحت كده تلاقينا في البي اتش بي ده تطبيق، والبي اتش بي اي 9 ده ايه؟ ده عباره عن ملف تحتيه على طول اهو. لو انا ضغطت عليه كليك يمين كده وقلت له فتح باستخدام النوت باد بلس بلس، هدور على كنترول اف، هدور على كلمه فيديو، تمام كده؟ تمام. اول ما الاقيها يا جماعه، بص كده، هو بيقول لي ان هي موجوده وفي كذا اكستنشنز علشان قواعد البيانات اللي بتدعمها الفيديو. في الاكستنشن هو الخاص بالفيديو على اندرسكور اس كيو، تتاكد ان السطر ده ما عليهوش كومنت بيه بالشكل دوت، وتبقى عارف ان خلاص كده البلاك ان او الفيديو بلاك ان شغال دلوقتي مع مين؟ مع البي اتش بي. تمام كده. دي الحاجه اللي انت هتشيك عليها. بقى لو لقيت قدامه الفصله منقوطه دي، تشيل الفصله منقوطه وتحفظ مين الملف. يبقى احنا دلوقتي محتاجين محرر اللي هو الدريم ويفر، ومحتاجين يكون عندنا الاكسامب اللي هو الاباتشي سيرفر مع الماي سيكوال، ومحتاجين كمان ان يكون عندنا البي اتش بي اي ان اي، تمام كده، اللي هو الملف دوت يكون فيه الاكستنشن بتاع الفيديو شغال مع ماي، طبعا ماي سيكوال. دي الحاجات اللي احنا ايه محتاجينها دلوقتي. طيب تعالى نعمل ملف جديد، تمام كده، ونسميه فيديو اكزامبل دوت بي اتش بي. ادي فايل، نختار نيو، نختار بي اتش بي، نختار كرييت، واكتب بي دي او داش اكزامبل دوت بي اتش بي، وضغط سيف. تمام اهو. طبعا انت بتخلي دايركشن داير ار تي ال، واللينك نخليها AR، تمام كده. وهنزل هنا في الحته دي واعمل بي اتش بي تاج، واقول له ايكو لاي رساله كو مرحبا بك في عالم ايكو في عالم قواعد البيانات وكائنات كائنات البيانات، اوكي، بيانات. وبعد كده بعمل فاصله منقوطه، تمام كده، واعمل كنترول اس، يظهر معاك حاجه كده يبقى انت شغال تمام، وكده الصفحه عندك شغاله ومفيش مشكله لحد دلوقتي. اوكي. طيب عاوزين دلوقتي نعمل داتا بيس، عشان بعد كده ان شاء الله في الحصه اللي بعد كده هنبتدي ناكسس عليها من خلال مين؟ الكود. هنخش على بي اتش بي ماي ادمن، نكتب هنا لوكال هوست، تمام كده، واخش على بي اتش بي ماي ادمن، اوكي، تمام. ودلوقتي انا هعمل داتابيس جديده، تمام كده، هختار نيو، ومن النيو، تمام يا جماعه، هنعمل داتابيس، هنسمي الداتابيس ديت بي دي او بوستس مثلا، بي دي او بوستس، بي دي او بوستس، تمام كده، تمام. وهنخلي لها اليوزر بتاعها هو اللوكال هوست، تمام كده، هنقول له كرييت. كده اتعملت الداتابيز اللي هي البي دي او بوستس، تمام. وهنيجي هنا في التيبلز وهنعمل تيبل هنسميه بوستس، وهنخليه 6 كولم، تمام، وهنقول له جو، تمام. محتاجين اول حاجه يكون عندنا الاي دي، وهيكون الاي دي عباره عن انتجر، تمام كده، وهيكون اوتو انكريمنت،
اوتو انكريمنت اوتو الاوتو انكريمنت تمام كده اللي هو زياده تلقائيه, وهيكون برايمري كي, وهيكون برايمري كي ده اللي هو الاي دي. بعد كده يكون عندنا التايتل, تايتل تمام كده, والتايتل دوت هيكون عباره عن بار تشار 255 حرف او 256 حرف, 255 حرف افضل, بار تشار 255 حرف تمام كده. وهيكون عندنا البادي, بادي, والبادي ده هيكون عباره عن تكست تمام كده. وهيكون عندنا الاوثر, صح, والاوثر دوت هيكون برده فار تشار 255, فار تشار 255 حرف تمام كده. وهيكون عندنا الاز ببلشت, از ببلشت, از ببلشت يعني هل يتم نشره ولا لا, وهيكون ده نوعه بوليان, هدور على بوليان تمام كده. وهنشوف في حاجه اسمها ديفولت فاليو, الديفولت فاليو هتختار از ديفاينت وهتدي له قيمه مبدئيه بترو تمام كده, از ديفاينت بقيمه مبدئيه بترو. تعالى كده بعد كده نعمل كرييتد ات, كرييتد ات score at, خدها على بعضيها افضل, created at تمام كده. وهنخليها دي عبارة عن date و time, date و time تمام كده. وهنخليها as default او as defined, خليها current time stamp او current time stamp ready. اوكي دي القيمه المبدئيه بتاعتها اللي هي ديفولت ديفولت تمام كده. وهنعمل سيف للجدول دوت. اوكي تمام كده اصبح عندي جدول بالشكل دوت. عاوز ادخل جواه بيانات بحيث ان انا يكون عندي بيانات لي او داتا للجدول دوت. هاجي هنا في الجدول ده تمام يا جماعه, بوستس الكولومز, وهتلاقي في عندك الانسيرت البوست اهي, هتلاقي في عندك الانسيرت فوق تمام. وهبتدي طبعا دي بيخش اوتوماتيك التايتل, هنكتب مثلا مقاله عن فوائد الرمان والحلبه, البادي رمان من الأطعمة المفيدة, وهنيجي هنا في الأسر مصطفى تمام كده. is published خليها بتشو زي ما هي واخدة قيمة افتراضية, كانت ديت هتحط لوحدها دي تمام كده. بعد كده نحط مثلا التايتل تاني مقالة عن التفاح, ونكتب مثلا في تفاح, طبعا انت ممكن تحط اللي انت عاوزه, من فواكه الصحة, تغنيك عن زيارة الطبيب, تغنيك عن زيارة الطبيب, الأسر برضه هيكون مصطفى, وبعد كده هنعمل جو تمام كده. لو جينا في البوستس اللي هو المجاح, هتلاقي في اثنين بوستس نزلوا بالشكل دوت, واحده عن فوائد التفاح والثانيه عن فوائد الرمان. طيب كده احنا دخلنا بيانات داخل الداتا بيس وعملنا داتا بيس وكمان وعملنا جواها تيبل, بحيث ان احنا بعد كده ان شاء الله المره الجايه هنبتدي نتكلم مع الداتا بيس من خلال الكود بتاع البي دي او, او من خلال طبقه البي دي او. بكده خلصنا الحلقه النهارده, وان شاء الله نكمل الحلقه الجايه. اذا عجبك الفيديو اتمنى لكم كومنت لايك شير ليه, واذا عجبت القناه اتمنى سبسكرايب داخل القناه, وكنا نكون شاكرين. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزايدي من قناه مصطفى الزايدي للمحاسب, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.